حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتب في الصحف، ولكن بعد أهم العناوين نبدأ من موقع الهيئة. نت متظاهر وسط وذيقار يقطعون الطرق احتجاجا على المماطلة بمحاربة الفساد. في صحيفة الزمن، مسؤولو كردستان يتعادون للكاظمي بدعم حكومته وحل ملفي المنافذ وواردات النفط. موقع الحرة عنوان وفاة نجم الكرة العراقي ناظم شاكر بعد إصابته بفيروس كورونا. نقرأ من صحيفة القدس العربي، ترامب يعلن التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني والقيادة الفلسطينية تعده خيانة للقدس. في العربي الجديد، غارات صهيونية تستهدف مركز أبحاث عسكرية في ريف حلب. وفي العربي اللندنية، بوادر انفراجة حكومية في لبنان بعد رسائل فرنسية حازمة. في الشرق الأوسط، الثلاثيون الأوروبي يرفض طلب واشنطن فرض عقوبات أممية على إيران. نبدأ من صحيفة العرب اللندنية التي أكدت أن العاصمة بغداد تشهد مناخا مشابها للأيام التي سبقت انطلاق ثورة تشرين، والتي بدأت في شهر تشرين الأول من العام الماضي. وأكدت الصحيفة أنه يمكن لأي جولة في بغداد هذه الأيام أن تحصي عدد المواقع التي يعتصم فيها المتخرجون من الجامعات المختلفة في العراق طلبا لوظيفة حكومية، مؤكدة أن الأحزاب الموالية لإيران تحاول توظيف الغضب الشعبي ضد الكاظمي بعد أن كانت تصفه بالمؤامرة. لا يكاد موقع يقع قبالة مبنى وزارة ما يخلو من المحتجين والمعتصمين وخيامهم، وهو مشهد مستنسخ بشكل شبه تام من أحداث مماثلة وقعت العام الماضي في توقيت مقارب. وتشير الصحيفة إلى أن الاحتجاجات التي جرت العام الماضي بدأت بتجمعات للخريجين الباحثين عن العمل أمام مقر الوزارات في بغداد، وسرعان ما تحولت إلى اعتصامات مفتوحة. وبمجرد أن سمع المعتصمون أمام الوزارات بشروع المحتجين في التوافد على ساحة التحرير وسط بغداد، تحولوا إليها سريعاً، ما منح التظاهرات زخماً كبيراً منذ لحظة انطلاقها. ويقول النشطاء إن أجواء تشرين جديد تتشكل في بغداد، ما لم تسارع السلطات إلى تنفيس الاحتقان الشعبي الكبير بسبب البطالة ونقص الخدمات. ويحذر مراقبون من أن الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران جاهزة للاستثمار في هذا الاحتقان الشعبي وتوجيهه ضد حكومة الكاظمي. وبعد أن اتهم متظاهري تشرين بالعمالة لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات لأنهم تظاهروا ضد حكومة عادل عبد المهدي، يعود الإعلام العراقي الذي يديره الحرس الثوري الإيراني إلى تغطية تجمعات الخريجين أمام مقر الوزارات العراقية، ولكن ليس بوصفها أفعالا تخريبية كما كان يصفها قبل نحو عام واحد، بل لأنها تتطابق مع ما يضمنه الدستور من حريات، فضلاً عن أنها تمثيل لمطالب مشروعة. وأضافت الصحيفة أن القنوات التلفزية العراقية التابعة لإيران باتت تضيف وجوهاً للدفاع عن بوادر التظاهرات في بغداد كانت قد ضيفتها قبل نحو عام للحديث عن حراك تشرين، عندما كان المتظاهرون آنذاك مجرد حفنة مخربين مدعومين من الخارج. موقع ميدل ستايل البريطاني ذكر أن أعمال التصفية التي يتعرض لها الناشطون في العراق وخصوصا في محافظة البصرة تتواصل من دون أي رادع، وعلى الرغم من تهديدات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمحاسبة ومطاردة منفذي الاغتيالات لناشطي الحراك والتظاهرات. قد ذكر تقرير نشره هذا الموقع البريطاني قصة الناشطة المسيحية لوديا ريموند وكيف تعرضت لمحاولة اغتيال مع عدد من أصدقائها الناشطين في حراك البصرة.
الموقع يقول إن محاولة اغتيال الناشطة لوديا ريموند وعدد من أصدقائها النشطاء التي وقعت بعد أيام من مقتل تحسين الشحماني داخل مكتبه وسط البصرة بأكثر من 20 رصاصة أثارت حالة من الذعر بين المتظاهرين والناشطين، وأعادت إلى الأذهان حملات القمع الدموية التي شهدتها بغداد وتسع محافظات جنوبية العام الماضي، وانتهت بمقتل مئات المتظاهرين والنشطاء والصحفيين وإصابة آلاف آخرين. وسبق اغتيال الشحماني ومحاولة اغتيال الناشطة ريموند اغتيال الناشطة الطبيبة ريهام يعقوب بالبصرة، حيث تم تصفيتها بمسدس كاتم للصوت. وينقل الموقع عن ناشطين عراقيين قولهم إن ريهام كانت ضحية تحريض إيراني، وإن اسمها ورد ضمن قائمة نشرتها وكالة مهر الإيرانية. ويتهم نشطاء ميليشيات كتائب حزب الله الموالية لإيران بشن حملة متوحشة ضد النشطاء والشخصيات التي تريد الارتقاء بالمجتمع البصري. وفي تطور لافت يبرز مدى الضعف الذي آلت إليه الحكومة العراقية بعد عجزها عن وقف مسلسل الاغتيالات المتدحرج في مدينة البصرة تحديداً، إذ أعلنت عشيرة بني تميم إحدى أكبر عشائر المدينة تشكيل فصائل مسلحة للدفاع عن أبنائها، تلتها دعوات من ناشطين تحت الحراك الشعبي على تشكيل مجاميع مسلحة لحماية أنفسهم. وأضاف الموقع أن هذه التطورات فتحت الباب واسعاً أمام العديد من التساؤلات، لعل أبرزها مدى قدرة المجموعات العشائرية وناشطي الحراك على ردع الميليشيات المتهمة بالوقوف خلف الاغتيالات بعد هذه الخطوة، فضلاً عن القدرة على السيطرة إذا تسلح الجميع بمواجهة الجميع بعيداً عن سلطة القانون والدولة. أظهرت الرئاسات الثلاث والطبقة السياسية أهمية وحرصاً كبيراً للظهور أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أثناء زيارته العراق بصفته ممثلين شرعيين للدولة في العراق، على الرغم من اتساع حجم الفجوة التي تفصل هذه الطبقة السياسية عن الشعب العراقي. هذا ما ذكره سيد أمير المفرجي الذي رأى في موقع عربي 21 أن الذهاب إلى الانتخابات المبكرة قد يدفع إلى تعنت هذه الأحزاب في نهجها الطائفي إذا استمرت حمايتها وإسنادها سياسيا وعسكريا من الأسرة الدولية. الحضور اللافت للكثير من الوجوه التي يرفضها العراقيون كان يشير إلى حرص الطبقة الحاكمة على إقناع ممثلي القوى الكبرى بأنهم من سيمثل العراق وحكمه إلى الأبد، وأن انتفاضة العراقيين ضد الفساد والطائفية لم تعد قادرة على إزاحتهم، وأنهم عازمون على البقاء على الرغم من فشلهم ورفض الشارع العراقي لهم. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الكاظمي ومن خلال مشروع قانون الانتخابات الجديد قد تعهد في أيار الماضي بالسعي لإجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب انتفاضة تشرين، على الرغم من صعوبة تطبيقه، إذ لا يزال هذا المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الأحزاب الحاكمة على العديد من بنوده المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية، وهذا ما قد يذهب لغير صالح الأحزاب المهيمنة على السلطة التي ستعمل لا محالة على تعطيل إجراء الانتخابات عن طريق إعادة هيكلة تحالفاتها القديمة التي تعتمد الطائفية وضخ الأموال للتأثير، ومن ثم تغيير نتائج الانتخابات لاستمرار بقائها في السلطة، وهذا ما يفسر ظاهرة عودة التفاهمات بين قادة الكتل المسيطرة في البرلمان سعياً للخروج باتفاق مبكر يمهد لآلية للخروج من مأزق الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران المقبل. وبحسب رأي الكاتب فإن مطلب الانتخابات المبكرة النازية الذي رفعته انتفاضة تشرين لا يمكن تنفيذه إلا بتوافر الشروط اللازمة لإجرائه، لعل من أول هذه الشروط إنهاء التدخل الإيراني في شؤون العراق، وذلك بالقضاء على الميليشيات وحيتان الفساد السياسي. وبعكس ذلك تبقى تصريحات الكاظمي وعودا إعلامية صعبة التنفيذ، ناجمة عن عجز رئيس الوزراء عن مواجهة أحزاب إيران والميليشيات التابعة لها. العقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف بن
نوس هي نتيجة تراكم فساد مستفحل في أجهزة الدولة اللبنانية ونتيجة اختراق مزمن من حزب الله لهذه الأجهزة يسمح له بالاستفادة من الخدمات أو السكوت عن التجاوزات من حلفائه المقربين الذين يمسكون بمقدرات هذه الأجهزة والوزارات. هذا ما ذكره إلياس حرفوش في صحيفة الشرق الأوسط الذي أكد أنه لو كان لبنان دولة طبيعية لما كان بحاجة إلى عقوبات أمريكية تفرض على عدد من سياسيه. في الوضع المزري الذي وصل إليه لبنان كان مثيراً للسخرية أن يرد الذين أصابتهم العقوبات الأمريكية الأخيرة بحجة السيادة لدعوة الأمريكيين إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وسبب السخرية أن أدعياء السيادة هؤلاء هم من أوائل الذين رهنوها إلى الخارج، المقصود هنا سياسيون متحالفون مع حزب الله لخدمة مصالحهم الداخلية ودعم نفوذهم الذي سمح لهم بالارتزاق على حساب الدولة، وهو ما أدى إلى تسهيل نهب الأموال العامة التي يبحث عنها اللبنانيون اليوم ولا يجدونها. عندما يأتي ماكرون إلى لبنان ويجتمع مع كل السياسيين ليؤنبهم على ما فعلوه في بلدهم، وعندما يوجه شنيكر كلامه إلى القادة السياسيين في لبنان الذين تجاهلوا مسؤولياتهم لتلبية احتياجات شعبهم ولم يحاربوا الفساد، فإن هذا الكلام يجد صداه العميق بين فئات واسعة من الشعب اللبناني بحثت في الداخل عن سبيل لإصلاح الوضع والخروج من حلقة الفساد ولم تجد سبيلاً للإصلاح أو العلاج. هذه الفئات هي التي ترحب علناً بأي مسعى لإنقاذها ولا تهمها الجهة التي يأتي منها العلاج. في هذه الحالة يصير التغني بالسيادة قشرة يراد منها التغطية على الوضع القائم لتسويغ استمراره. أضاف الكاتب أن السؤال الذي يطرحه اللبنانيون على أنفسهم اليوم هو هل ستنجح العلاجات الخارجية في إصلاح الحال في لبنان؟ هل يسهل تدخل ماكرون قيام حكومة فاعلة ونظيفة في لبنان؟ هل تردع العقوبات الأمريكية المسؤولين عن الرشوة والفساد ومد يدهم إلى المال العام؟ السؤال الأهم من هذه الأسئلة هل يكترث حزب الله بعقوبات كهذه؟ أم أن نفوذه في الداخل تجاوز مرحلة الاكتراث؟ قد تتغير السياسة في أمور تكتيكية وعلى المدى الطويل، ولكن أن يكون التغير في أمر جوهري واستراتيجي وفي هذه المدة القصيرة فهذا غريب وخطير. الإشارة هنا إلى موقف جامعة الدول العربية من التطبيع الإماراتي الصهيوني. هذا ما رآه أسامة عثمان في صحيفة العربي الجديد، أن رئاسة الجامعة العربية تبدو ملجمة بالضغوط والإملاءات الأمريكية الفوقية. بدت كفة الأمانة العامة للجامعة العربية مائلة لصالح الإمارات ولصالح الدول العربية العازمة على اللحاق بها برفض مشروع القرار الفلسطيني الذي طالب ابتداء بصدور رفض للاتفاق الإماراتي الصهيوني، ولكن دولة فلسطين عدلت من رفض الاتفاق إلى رفضها كل ما ينتقص من الحقوق الفلسطينية في الاتفاق الثلاثي، لينتهي القرار إلى الاكتفاء بتأكيد الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. هل أصبح الآن الموقف الفلسطيني هو النشاز؟ وهل لدولة الاحتلال ورئيس حكومتها نتنياهو الذي لا يكف عن التبجح بإنجازاته القائمة على أن السلام لن يكون إلا مقابل السلام، هل لها أن تفهم أن الضوء الأخضر العربي أصبح متاحاً لهذه القاعدة الجديدة؟ وأنه آن له ولمن يزيدون عليه عنصرية أو يزاودون أن يمضوا في انفرادهم بالفلسطينيين وفي مواصلة الضم الفعلي لما تبقى من أراض فلسطينية؟ وقبل ذلك هل لإدارة ترامب أن تفهم هذه الرسالة أم أنها على الأرجح هي التي فرضتها؟ هل لو توفر موقف عربي صلب تستطيع الإدارة الأمريكية أن تستخف بما لا يزال مسطوراً ومجمعاً عليه في قرارات الجامعة؟ بعد هذا التساؤل الكاتب يرى أنه كان المفترض في جامعة الدول العربية أن تحيط بهذه الاتفاقية الإماراتية الصهيونية من جميع أبعادها الحقوقية وفي جميع أبعادها الاستراتيجية والمصلحية على المستوى مستوى الأمن الإقليمي.
فهي على وفق البعد العربي تنتهك الموقف العربي الذي تبنته ودعت إليه بل وروجته الجامعة والمتمثل في مبادرة السلام العربية التي تشترط التطبيع بخروج دولة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. نشر موقع فورين أفرز الأمريكي مقالا للصحفي ناثين كوكا بشأن الغضب المتزايد في المجتمعات المسلمة على معاملة الصين للمسلمين في إقليم تشانغ يانغ، فالأدلة تتزايد منذ سنوات على الجرائم التي ترتكبها السلطات الصينية ضد الأقليات المسلمة هناك وخاصة الإيغور، حيث كشف الصحفيون الاستقصائيون والباحثون واللاجئون عن صورة قاتمة عن الرقابة والاعتقال التعسفي والأعمال الشاقة ومراكز الاعتقال الواسعة والتعذيب والقتل. لم تمارس الحكومة الصينية اضطهادا سياسيا وثقافيا للمسلمين بل واستهدفت الدين الإسلامي، إذ هدمت المساجد وصادرت المصاحف ومنعت تناول الطعام الحلال وحرمت الصيام خلال شهر رمضان المبارك. وعلى الرغم من ذلك صمتت الدول ذات الغالبية المسلمة التي عادة ما تنتقد الكيان الصهيوني وميانمار والولايات المتحدة والدول الأخرى التي تضطهد المسلمين، وتجنب قادة الدول الإسلامية سجب الممارسات الصينية في تشينغ يانغ، بل وقبل بعض القادة أموالاً صينية لدعم البنى التحتية في بلادهم، ووقعوا على رسالة تدعم السلوك الصيني، وفي المقابل فإن منظمات المجتمع المدني المسلمة غير مرتاحة لمواقف حكوماتهم المترددة، ويقوم الناشطون بتنظيم حملات مقاطعة واحتجاجات وحملات إعلامية بهدف الكشف عن مأساة الإيغور وإثارة الانتباه حولها، وبدأت هذه الجهود بتغيير مواقف حكوماتهم وإن ببطء. إن القوة الاقتصادية الصينية أدت إلى إذعان الكثيرين حول العالم، ووقعت عدة دول إسلامية في وسط آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط مع الصين اتفاقيات لتطوير بنى تحتية فيما تعرف بمبادرة الحزام والطريق، ومن هنا بدأ الناشطون في الدول الإسلامية التي تسمح بهامش للصحافة الحرة بالضغط على حكومات بلادهم لكي تصبح قضية الإيغور أولوية. الكاتب رأى أن قوة الصين الاقتصادية تمنحها في الوقت الحالي مساحة لقمع المسلمين الإيغور وبناء شراكات مع الدول الإسلامية، لكن بيجين حشرت نفسها في الزاوية والأدلة على الإبادة الثقافية طاغية كتدمير المساجد والمقابر والمزارات وغيرها من الأماكن التراثية، ولا يمكنها أن تنكر ما فعلت. أصبح المسلمون يعون اليوم ما يحصل للإيغور وباتوا ينظرون للصين دولة معادية للمسلمين. بعد 80 عاماً على إغراقها عثر قبالة السواحل النرويجية على سفينة كارزروي النازية التي أغرقت في عام 1940 على عمق 500 متر تقريباً، وذلك عن طريق معاينة سلك كهربائي بحري. قال أولي بيتر هوبرستاد أحد كبار المهندسين في شركة ستانتنت المشغلة للسلك الكهربائي أنه قبل 3 سنوات رصدت أجهزة سونار حطاماً بالقرب من سلك عالي التوتر يربط النرويج بالدنمارك، إلا أن الوقت لم يتسنى للشركة كي تقوم بمزيد من الأبحاث. وفي 30 حزيران يونيو الماضي في أثناء عملية معاينة لهذا السلك البحري بعد عاصفة، رصد جهاز مسير حطاماً ضخماً على بعد نحو 15 متراً من السلك تعرض للنسف بواسطة توربيد سرعان ما تبين من مدافعي وأحد الرموز النازية عليه أنه سفينة تعود لفترة الحرب. وأكد المتحف البحري في النرويج أن الحطام هو لسفينة كارزروي التي لم يعثر عليها منذ إغراقها قبل 80 سنة. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صداقنا جديد من الرافدين، في رعاية الله.